في الدراري معكم نيزار، رجعنا في فيديو جديد. اليوم عندنا غالي ضد رخيص. غنشوفوا اليوم عاوتاني نفس السيريه اللي كنعملوها شحال هيدا. غتلقاو بزاف ديال الحلقات بالنسبه لهذا السيري الغالي ضد رخيص. دخلوا للشان ولقاوهم، كاين السوريات، كاين بزاف ديال كاين مايكروفونز، كاين تليفونات. المهم كل مره كنحاولوا نشوف بروج الحاجات وكنقارنوا بيناتهم وباش تشوفوا شنو يحسن، واش تشريوا الغاليه اولا تشريوا الرخيصه. اليوم غنشوفوا لوجيتاك جي 213 رخيصه، المهم 600 درهم والصرف، مع جي 815 2000 درهم والصرف. دونك غنشوفوا واحد الفرق كبير في الثمن، غنشوفوا واش كاين فرق كبير حتى في الكاليتي. المهم غبرنا واحد شويه الدراري حيت المهم واحد جوج سيمانات كنا تضربنا بكورونا، ولكن في نفس الوقت نزلت لكم واحد البيلد دونك دوزت بها شويه الوقت. ابخي قبلت عاوتاني واحد السيمانه اخرى ولا جوج واقيلا هذيك كان السيت كان طاح لي، دونك كنت كنحاول نرجعو، عاودته من جديد، بدلت له الديزاين، اجوتيت لي برودوي من الزيرو. دونك دخلوا للسيت ماروكو جيمر ستور بوان ا وعطوني الراي ديالكم اذا كانت شي غومارك ولا شي حاجه اللي نقدر نزيدها. دابا ندوزو للفيديو. اذا الشباب دوك غنشوفوا الجي 213 ضد الجي 815 من شركه لوجيتيك. هذو بالنسبه للدراري اللي كيقلبوا على شي كلافيي وخص يحاولوا يشوفوا واش اللي حسن بالنسبه ليهم، واش الغالي حسن بالنسبه ليهم اولا الرخيص حسن بالنسبه ليهم. غنشوفوا هاد لي دو كلافيي بجوج بهم موجودين في السيت ماروكو جيمر ستور بوان ا. غنبداو ب ارخص واحد اللي هو الجي 213. دونك هذا الثمن ديالو ما بين 600 وشي حاجه حتى 800 على حسب شكون كيبيعو وفوقاش والوقت اللي جا فيه ستوك. المهم غنشوفوا هذا السيد هذا المسائل ديالو كيفاش عامله. اونبوكسين غيكون خفيف، فقط غنهضروا على لي زوبسيون اللي كيجيو فيها. هنا الكلافي ديالنا هو سامبل، البوكس سامبل، عندنا فيها هنايا الكابل. الله صديقي خرج، عندنا فيه الكابل وعندنا الكيبورد ديالنا اللي هو هذا. كيجيو شي ورقات بيان سور ديال ليتيليزاسيون، وعندنا ستيكرز حيدو جي 213. اش كيقولوا على هاد جي 213؟ الار جي بي ساكوتي، فيه الميديا بلايز وكي فيه الميديا ميديا كيز، وفي نفس الوقت كي واتر ريزيستنت، دونك ما كيتخسرش دغيا بالماء. نزولو البلاستيكه ديالنا، نشوفو عاوتاني البيلد، الكاليتي ديال البيلد مقارنة مع الثمن. دونك بالنسبة للدراري اللي كيقلبو على شي حاجة رخيصة، هذا كيتسمى كلافي مناسب، تقاني بيه، طابي بيه، سامبل و إيفيكاس. نحاولو نزولو هادشي هنا. دونك عندنا الديزاين ديال الباك مزيون، فيه واحد الإفي ديال بحال بروشت الومنيوم ولكن هو ديال بلاستيك. عندنا هنا شويه ديال القومات من تحت القومات الفوق. بالنسبه للرجلين، الرجلين عندنا اوبسيون وحده طول واحد، دونك كاينه طول واحد بالنسبه للرجلين فقط. اوبسيون اللي مزيونه واللي تقدر تعجب الناس وكاين اللي ما تقدرش تعجبو هو انه هنا عندنا البالم ريست. دونك هذا البالم ريست هو فين كترتاح يدك، كاين اللي كيعجبو هذا البالم ريست، كاين اللي ما كيعجبوش. بالنسبه اللي ما كيعجبهمش هذا البالم ريست ما عندكش لوبسيون، حيت هذا فيكس ما كيتبدلش ما كيزولش. دونك هذه هي لوبسيون اللي كاينه، بلاستيك ماشي ما فيهش بونجا ولا شي حاجه اللي تقدر ترتاح فيها يدك. كاين اللي كيجيهم هادشي كافي وكاين اللي ما كيعجبهمش هادشي. عندنا الميديا كيز في القدام هنايا، عطيه باش نبين لكم. دونك عندنا ميديا كيز هنا، عندنا بلس باقي حتى هو ميديا كي هذا بالنسبه للفوليوم، عندنا ميوت، عندنا هذا الضو بالنسبه للار جي بي. غنوريكم في نفس الوقت الار جي بي ديالو كيفاش كيضو كيفاش كيكون وانا كنهضر في نفس الوقت. الكيز دونك هنا تشوفوا الكيز اللي كاينه. هنا عندنا اللايت بالنسبه اللايت ديال العادي ديال الكيبورد، عندنا شويه ديال اللايت بالنسبه لهنا اللوجيستيك وصافي. يعني كيبورد سامبل، كابل اللي هو ديال الكومه يعني ماشي بريدد. صافي عندنا واحد البوطون ديال الجيمين واقيلا كنظن هذه فيها لوبسيون ديال انك بات ويندوز ملي كتعمل تكليك على ويندوز ما كيطيرلكش من الجيم. صافي هادشي اللي كاين. غنشوفوا الساوند ديال الكيبورد، شفنا الساوند الكيبورد. دابا نهضر لكم على الاحساس بالنسبه لي. بالنسبه لي كيبورد صراحه مزيان للكتابه، كنتي كتكتب بزاف في البيسي ديالك،
مزيان حيت فيها هذا الارتاحه هذه اليد كترتاح بالنسبه للكتابه وبوزيسيونها مزيان يعني كاينه بعد الارتاحات اليد كتلقاهم شويه غير ديكور ما كيرتاحوش صراحه لكن هذه مزيانه كترتاح غير بالنسبه لللونغ تيرم واش مزيانه ولا ما مزياناش الله اعلم مقارنه مع هذوك اللي كيكون فيهم بونجا دونك هذوك اللي كيكون فيهم بونجا فحال مثلا ريزر بلاك ويدو الميكانيكال كيبوردز حاجه اخرى هذا ماشي ميكانيك دونك كيبورد عادي سامبل سكوتي شويه الاحساس عادي بالنسبه للكلافي ماشي شي احساس اللي هو واعر ولكن قاضي الغرض بون كاليتي بري ديزاين حايل دابا ندوزو للغالي ونشوفوه كيفاش عامل ودابا ندوزو للبيك بوس جي 815 اش كيقولوا على جي 815 دوك عندنا ار جي بي بحالو بحال الكيبورد اللي فات ولكن الحاجه اللي مبدله على هذا الكيبورد مقارنه مع اخر الحاجه الاولى عندنا الومنيوم ياك الومنيوم يس الومنيوم ماغنيزيوم المهم خلات ما بين الومنيوم ماغنيزيوم بالنسبه للبيل دونك عندنا واحد البيل اللي هي كاليتي يا اخرى اللي فاتت كانت فقط بلاستيك يا اخرى اللي فاتت كانت فقط بلاستيك 100% هذه فيها الالومنيوم يعني شي حاجه اللي هي كاليتي وصحيحه عندنا الجي كيز اللي ما كاينش في الكيبورد اخر وعندنا ميكانيكال سويتشز اللي ما كاينينش عاوتاني حتى هما في اخر وماشي اي ميكانيكال سويتشز ميكانيكال سويتشز ولو بروفايل يعني ما كاينش بزاف ديال الطول والعرض مقارنه مع بالنسبه للدراري اللي كيعجبهم كيبورد يكون الكيبورد يكون رقيق غندوزو دابا نشوفو هادشي كيفاش عامل اوبلا دونك عندنا جي 815 ديالنا كنلاحظوا انه حتى الباكاجين بدل مقارنه مع الباكاجين ديال الاخر معنا ديك الشيء فيري بيوتيفول عندنا واحد الطابس هنا باش كتزول بها هذه زولوا هكذا وعندنا الكيبورد ديالنا صراحه الباكاجين مزيون عندنا كما كتشوفوا هنايا ديك الشيء باين وواضح وسامبل ما فيهش بزاف ديال التماره بالنسبه للتبديل ديالو بالنسبه للانبوكسين ديالو هنا عندنا واحد اللعيبه ستيت يكون فيها ستيكرز فيها كويك ستارت جايد بالنسبه للدراري اللي ما عارفين والو مي اكثر هي يكون فقط ستيكر اللي هو مفيد دونك غنشوفوا الهزه ديالو ثقيله اول حاجه لاحظت الهزه ثقيله ثقيله مقارنه مع اخر يعني شي حاجه اللي بيلد كاليتي ما يتعوج ما والو صحيح صحيح بزاف الومنيوم ومغنيسيوم عندنا واحد ديزاين اللي هو سبيسيال كيبان ديك الشيء في الضو نتمنى يكون كيبان لكم مزيان دونك كيريفليكتي شويه بحال البروش تاع الومنيوم بحال البروش تاع الومنيوم حاجه الثانيه اللي بغيت نهضر عليها هو ان عندنا هنا جوج ديال يو اس بي كيز ماشي غير واحد يو اس بي بورتس علاش حيت هنا عندنا واحد البور زايد بالنسبه للدراري اللي باغيين يستعملوا هاد الكيبوردز وما فيهمش ما يبقى كل مره ادخل افتح نود مشي هز الكلي يو اس بي قلب على البور في البي سي كتلقاه حداك هنا دونك كلي يو اس بي كتخشيها هنا طاق تقضي لي دوني ديالك بمعلومه بالنسبه للدراري اللي كيستعملوا الكلي يو اس بي بزاف هذه اوبسيون مزيانه عندنا ثاني حاجه شوفوا الكيز اللي عندنا دونك عندنا الميديا عندنا هنا الماكرو كيز ويقدروا يكونوا حتى ديال البروفايل هنا عاوتاني ماكرو كيز هادو كيقولوا لهم جي كيز دونك عندنا جي كيز هنايا بالنسبه للدراري اللي باغيين يعملوا كيلعبوا الام ام او كيلعبوا الموبا بغاو شي كتبروغرامي شي اتاك ولا كتبروغرامي شي بزاف ديال لي زوبسيون ديال الكيبورد بزاف ديال الكيز في كي واحد عندنا شني اخر هنا بوطونه ديال لايت بالنسبه اللايت ديال الار جي بي عندنا اخر الجيمين كي اللي هو هذا عندنا الميديا كيز حتى هما هنا دونك عندنا ماكرو كيز في هذه الجهه والميديا كيز في هذه الجهه دونك عندنا نفس الكاليتي ديال الميديا كيز بالنسبه للكيبورد اخر حتى هما قومات دونك عندنا هادو قومه وهادو الفوقانيين قومه غير هادو الجي كيز اللي كيجيو ميكانيكال سويتشز واحد الحاجه اللي مزيونه هنا هو هاد الكي هاد سكرول ويل هذا سكرول اللي هو مزيون كنظن تقدروا تستعملوه بالنسبه للدراري اللي كينافيغيو لي باج بزاف اولا تقدر تبروغراميه باللوجيسيال ديالهم تعمل فيه حتى هو شي ماكرو هذا هو اللي كاين بالنسبه للكيز غنشوفوا الكيز كيفاش عاملين بالنسبه للاحساس ديالهم ولكن قبل خصنا نزولوا اللوري باش نشوفوا شنو عندنا اللور عندنا واحد بلاستيكه ديال بروتيكسيون خفيفه نزولوها شويه لاصقه ولكن صافا كنزولوها نعملوها هنا اوكي الومنيوم تم اللور يا سلام مزيون صراحه عندنا جوج ديال
الرجلين ماشي غير واحدة كما كتشوفوا هنا، عندنا جوج، عندنا البوزيسيون الاولى هذه وعندنا البوزيسيون هذه الثانيه. دونك عندنا رجل صغيره ورجل كبيره. هاد لوبسيون ما كايناش في الكيبورد اللي هو رخيص. صافي، عندنا الالومنيوم في اللور، عندنا بعد القومات من تحت باش الكلافي ما يتزعزعش. صراحه مزيون. دونك عندنا واحد لو بروفايل اللي شفتوا هنا، لو بروفايل ورقيق، يعني ماشي شي حاجه اللي هي غليظه. كيبورد اللي بروفايل ديالو صغير، ديزاين ديالو مزيون، كاليتي ديال البيلد واعره. دابا نشوفوا الكيز كيفاش عاملين كليك ديالهم. دونك سمعتوا الكيز، احساس الكتابه حتى هو واعر. بالنسبه لهاد الكلافي هذا بالضبط فيه جي ال تاكتايل، دونك بحال اللي كتقول شيري ام اكس براون ديال الكيبورد. دونك فيه واحد الاحساس انك كتكليكي على شي حاجه، كدوز على شي حاجه، ولكن في نفس الوقت ما كيصدعش بزاف بحال كليكي كيز اللي هما شيري ام اكس بلو. صافا مزيان. دونك هنا شنا الكيبورد الرخيص وشنا الكيبورد الغالي. بالنسبه لنا دابا شنو، شكون ياخذ الرخيص وشكون ياخذ الغالي؟ اذا كنتي مثلا جيمر عادي ما كتلعبش بزاف، ما رابا في السيمانه لي جو اللي كتلعب لهم فقط سولو، الالعاب ديال السولو، العاب ديال ليستوار، ما كتلعبش لي زيمومو بزاف، ما كتلعبش لي اف بي اس بزاف، واصلا ما كتلعبش انت بزاف، دوك كي اخر كافي. مزيان الكتابه، مزيان الجيمين، الجيمين العادي، وفي نفس الوقت فيه الار جي بي ديالو، يعني ديزاين مزيان سامبل، يعاونك في الكتابه. فيه البالم ريست، هذا ما فيهش بالم ريست، دونك كاينه دي زوبسيون مقارنه مع ياخر. دابا حاجه اللي خصنا نعرفوا لمن هذا الكيبورد هذا اللي هو غالي. دونك هذا الكيبورد هذا بالنسبه اذا كنتي جيمر بروفيسيونيل كتلعب بزاف، عندك كتلعب لي زيميمو، كتلعب لي موبا، كتلعب اف بي اس، كل مره شنو كتلعب؟ يعني تحتاج هاد الجي كيز، تحتاج كيبورد اللي يصبر معاك. دونك عندنا تاكتايل، عندنا ميكانيكال كيبورد، يعني اذا كنتي كتكتب بزاف هذا يكون مرتاح اكثر. شويه ديفول اللي واحد اللي كاينه كيسمع شي حاجه، دونك كيسمع شي حاجه مقارنه مع الكيبورد اللي هو عادي بممبرين. صافي، هادو هما لي زوبسيون اللي كاينين. اذا كنتي محتاج للماكرو وكتلعب بزاف، خصك شي حاجه كاليتي اللي تبقى لك دائما، شريها ونساها. دونك غتاخذ هذا اللي هو غالي غيبقى لك دائما. سينو اذا ما كنتش كتلعب بزاف، خصك غير كيبورد سامبل، ديزاين سامبل، خذ لك جي 213. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه هذا كان ريزومي. بغيتو تفرجوا حلقات اخرين ديال الغالي فيرسس الرخيص، دخلوا القناه، دعموا القناه باللايك وسبسكرايب، فولوني في انستغرام نزار شوز بالنسبه للي بغاو تبعوا الاخبار ديالي. نبقى لكم فيديو سليمه جين، تهلاو، بيس.